مرحبا بيه، واللي غيخليني يدير لايك الله يعطيه السرطان بسرعه، واللي غيدير لي لايك الله يجعله من الجنه العليا. يا ربي يا ربي. اللي غيدير لي لايك وبصمه زوينه انا كنطلب له المصر بلا قدر. يا ربي يا. واللي غيدير ديسلايك اللهم انت على يعطيه السرطان ويعطيه المرض القبيح ويخرج بوجه عليا، لا فيه نفس ما يدور في القناه ديالنا البدويه. كيجوك شكايات من عند ناس سواء عبر الواتساب او الاتصال او لا في ماسنجر، كيشوف هادشي يا استاذ اشنو كيظهر لك فيه؟ اش غنقول لهم؟ كنقول لهم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، ان المشرع المغربي انتبه لهاد المساله هادي ويوضع لنا حد، يوضع لنا حد وبصفه نهائيه، ما عطيونا شي حاجه معقوله ولا اضعف الايمان ستروا انفسكم تخرجوا تبدوا تسبوا في عباد الله وتعرقوا لهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دريزو غريس الرئيس الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب عملة المحمدية. كنشكروا ميديا لايف، كنشكروا السي ماهر الصحفي ديالنا ديال جريدة ميديا لايف على هذا التواصل بخصوص واحد المسألة اللي هي ولات متداولة عبر اليوتيوب، وهو ان اي واحد يستعمل اليوتيوب الا وكيخرج بدي يسب ويعرق ويدعي في لي فان او من غير لي فان ولا متتبعين ولا الناس اللي كيتفرجوا في هذا الشيء، يعني ولات مسائل لا اخلاقيه. مؤخرا واحد اليوتيوبرز سميتها نعيمه البدويه، يمكن وقيله هي اللي كانت الشهره ديالها في الاول شحال هذه، امي نعيمه اللي كاع كنا تعاطفنا معها الوقيته اللي كان وقع لها المشكل ديال انها تشدات في الحبس بسبب بعض التصريحات بخصوص كورونا، حنا كاع كنا تعاطفنا معها، حقوقيين، منظمات، جمعيات عاديين، مجتمع عادي، ما فهمتش هاد الناس هادو علاش ملي كيوصلوا لواحد الدرجه ديال الشهره ولا واحد الدرجه ديال التاثير في 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 عبر مواقع ديال التواصل الاجتماعي كيفقدوا الصواب، كيخرجوا كيبداو يسبوا ويعايروا في لي فان اولا من غير لي فان. راه ملي كتقول شي واحد بحال المثال اللي عطات هي ديال اللي دار ليا ديزلايك الله يعطيه الكونسير الله يعطيه كذا، واش هذا الشيء هذا؟ اولا اللي دار ليا لايك وقال كلمه مزيانه الله يعطيه في الجنه كذا، لا انت الشيء كتقدمي لينا هنا ركن المفتي، المحتوى ديالك محتوى انت فارغ بحالك بحال ايها الناس اللي كيقدموا لك محتويات فارغه. للاسف الشديد حنا باقيين كنعاودوا نكرروا ونعاودوا نقولوها وغنبقاو نقولوها، احب من احب وكريه من كريه، راه خاص ردع لهاد الناس هادو اللي ولاو كيستغلوا هاد المنابر هادي اللي هي منابر مؤثره كتاثر على المجتمع عبر اليوتيوب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكيخرجوا كيقولوا غير التفاهات وكيقولوا غير الهضره خاويه. دابا حاليا واحد العدد ديال الشكايات كنتوصل بها، انا كنت مقرر على انني هاد الناس هادو ما باقيش نعاود ندخل معاهم في هاد الامور هادي، وحتى دابا باقي انا في نفس الكلمه ديالي، وانما ملي كيجيوك شكايات من عند ناس سواء عبر الواتساب او الاتصال او لا في ماسنجر، كيشوف هاد الشيء يا استاذ اشنو كيظهر لك فيه؟ اش غنقول لهم؟ كنقول لهم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. راه ملي بديت هاد المنظمه وانا كندد وكنغوت وكنستنكر هاد الامور هادي اللي كتوقع في 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 في, في, في اليوتيوب وبالاخص اليوتيوب وهذاك الانستغرام. راه حنا مجتمع مغربي محافظ، راه حنا دوله مسلمه، راه حنا ماشي علمانيين بديك الدرجه اللي كتهضروا عليها انتوما، راه هادي راه مساله خارجه الاخلاق، راه حنا خطينا الصواب، راه حنا ما بقيناش شادين الدين، لا الدين لا الدنيا، حنا مش دينا حتى وحده باش نخرجوا نبداو نصبوا ونعايروا في بعضياتنا ونقذفوا في بعضياتنا، وعلى قبلاش على قبل واحد شويه ديال الادسنس باش ندخل شويه ديال الفلوس، حتى هو راه كيتعد نصب واحتيال، هذا راه كتنصب على 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 المجتمع، ما كتقدم ليه والو، عاطيه شي حاجه مزوره شي حاجه تافهه، بحال شي واحد مثلا مشي يشري طرول ديال الزيت كله ما زيت العود كله ما ها نصبتي عليه، راه عطيتيه ماده مزوره، الله يهديكم. هاد القنوات هادو ما كرهناش على ان المشرع المغربي ينتبه لهاد المساله هادي ويوضع لنا حد، يوضع لنا حد
وبصفه نهائيه بحال هاد الماركه هادي. انا كاينين الناس اللي هما معقولين، كاينين الناس، كاين اطباء، كاينين دكاتره، كاينين اساتذه في القانون، كاين اساتذه في الاجتماع، في الفلسفه، في الدين، في بزاف الامور. مرحبا. وكتجي كتشوف المشاهدات ديالهم ما كتلقاش فيهم حتى 10 ولا 15 واحد. وكتجي لعند هادو ديال التفاهه كتلقى 500,000 600,000 100,000. اللهم لا حسد، واعطيونا شي حاجه معقوله. ولا اضعف الايمان ستروا انفسكم، تخرجوا تبداو تسبوا في عباد الله وتعرقوا لهم. ولهذا راه حنا كمنظمه حقوقيه كنستنكروا هاد العمل هذا، ماشي غير هاد امي نعيمه او لا نعيمه البدويه، وانما جميع المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي وكيقدموا التفاهه، كيقدموا شي حاجه اللي هي فارغه، راه حنا كنستنكروا داك العمل ديالهم، راه حنا كنتبرؤوا منهم، كنقولوا لهم على انكم انتوما راه ما كتمثلوناش، انتوما ماشي هما الصوره ديالنا. وحنا دابا الحمد لله راه حنا غاديين في طور التنميه، وعندنا اعداء اللي مقابلين هذا الوطن هذا، لا في الوحده ديالو ولا في التنميه ديالو. لهذا كنطالبوا المشرع المغربي على انه ينتبه لهذه المساله هذه وهذ المؤثرين الاجتماعيين، ويوضع لهم حد، ويدير لهم واحد القانون زجري ويكون فيه الردع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.